السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدي القناة ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. أرجو منكم الاشتراك واللايك والمشاهدة، جزاكم الله كل خير. بسم الله على بركة الله. اليوم مشيت للسوق الاثنين في قلعة سراغنة وشفت الأسمنة ديال الأعلاف، وبغيتكم حتى نتوما تشوفوا معايا الأسمنة والغلاء ديالها والآراء ديال الفلاحة. الحمد لله على كل حال، كاين اللي كيتشكى كاين اللي كيقول الحمد لله، والحمد لله على كل حال. تأخر المطر والمعاناة، مساك الله يكون اليوم في العون. كنتمنى ربي يرحمنا ويرحم الجميع إن شاء الله يا ربي. نزول المطر معاه الخير بزاف، والفلاح كينشاط كيفرح، المشية كتاكل مزيان. شحال هذا خويا وسميتو هذا؟ هذاك ديال الدجاج. هذا ديال الدجاج بشحال الكيلو؟ هذاك 120 كنقولوا له، 110 مقادين. هذا؟ هذاك 100. 100. وهذا؟ 120. 120. كي داير الأسمينة؟ مزيان مزيان مزيان. الدجاج مزيان. هذا الشمندر شحال هو الكيلو؟ الكيلو ب 100 درهم. اه انت هذا الشمندر بيض ولا شحال؟ لا هذيك نخالة. نخالة؟ اه هذه النخالة ديال الشعير؟ اي. شحال حتى هي؟ الكيلو؟ 33. وهذه ديال القمح؟ وهذا؟ هذه بشحال كيلو؟ هذيك الكيلو ب 64 ريال، 3 درهم. والخنشه كامله؟ الخنشه كامله بحال 100 درهم و 2500. مزيان تبارك الله. والخمسه هو بشحال؟ نعم حبيبتي شحال الكيلو؟ 100. واه لا صافي اللي حاطه واحد السيد قال لك لا 6 دراهم ونص بحاليا. مزيان ياكل 3 دراهم قل شويه. الله يسر. دابا الاسمنه غاليه ولا مزيانه؟ كلشي زين الحمد لله. كلشي زين الحمد لله ياك. ايوا هكاك داير الثمن هادشي اللي كاين. حيت الشتا ما صباتش ياك؟ ايوا امر الله. وي الحمد لله داكشي اللي كاين. شحال؟ وهادي؟ يلا شحال داير هاد النخالة الثمن؟ تبارك الله 3250. وهادي 26. والشمندر 4700. شحال هاد النخالة ديال الشعير؟ وهذه ديال القمح؟ 65. والسمندر عندك شوف شحال؟ 94.
قمح هذا شحال كتبيعوا الحزمة؟ 30 ريال. شنو هذا ديال الساقي ولا ديال شنو؟ دايرين مهل البيار. البيار اللهم بارك. بحال بحال الثمن زرع وقمح وفارينة. الله يسر لك يا رب. الحمد لله. ما كان عيار راه يمشي يفور يحيد. عندك الصح. عندك واحد ما عندوش. اي والله يصايب والله يرحم فينا. امين. الله يصايب. الله يصايب. الحمد لله ربي قادر على كل شيء. الشريف شحال كتبيع هذا الشيء؟ القمح مية وأربعين. أربعين ريال قول. أربعين جوج دراهم. كله الثمن ديالو ديال درهم 30 ريال جوج دراهم. خمسة وعشرين صار 40 ريال. وشحال قصة؟ 50 وحدة. المالي دار داكشي. المالي دار داكشي باش كيجي داكشي قليل. الله يصايب. شحال في الصاع؟ الصاع 30 ريال. والقمح؟ القمح 25. القمح غالي. فصة غالية. ما كاينش الماء. الماء ما كاينش. ما قليل ما كاينش. ما عند الله سبحانه. هذاك الشيء سبحانه وتعالى. ما قليل. الله يصايب. هي ديك راه 113 دينار ب 27%. 27 باش خلصنا هذيك الفصة. كنبيع عليها 3 ريالات. الله يصايب. قليلة. الصبر وصبر. الحمد لله. الحمد لله. تقول لها 6 دينار بالدرهم. غالي 22 دينار بالجملة. كنبيع ب 25. يعني شي زيت. الله يحفظكم الأخوات والإخوان والميمات والآباء. الاشتراك والتعليقات والمشاهدة واللايكات شكرا لكم بزاف بزاف. كنتمنى يعجبكم الفيديو وما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم والمشاهدة. إن شاء الله يا ربي. شكرا لكم بزاف وإلى الملتقى إن شاء الله.